بخير عليكم، يا راكم حباباتي. شوفوا ثاني نوري لكم، نكمل لكم الديكور تاع الفيديو اللي فات. نوري لكم ثاني الديكور تاع البالكون. ها هنايا شوف كل بلاصه واش راني دايره فيها. ها هنايا، ها هذا، هذه، ها نوع تاع قاطفه واحده اخرى. ها هذا الصبار، شوفوا ها هو الصبار ثاني. هذا غير في بالكون. ها وهذه، هذه الدفله. كاين بزاف يقولوا، قالوا لي واش الدفله؟ لا هذه دفله، دفله حره. هذه الدفله الحره تجي في لي في في بو، تجي في الدار، ما تجيش في الزنقه. اللي تجي في الزنقه هذيك المره، هذيك تجي شجره كبيره. هذه لا دينوار ما شاء الله. وشوف هذه هي، هذه هي الدفله الحره، يسموها الدفله الحره. وهذه دائما دائما نصحو من الغبار. هاك ما نخلوش قاع يتغبر. هذه هي، هذا هو الديكور تاع البالكون تاعي. والسلام عليكم وبركاته. لا تنساوش ابوني بكل شيء بمنزلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.